احتجنا هادشي في الحلقه، ولكن لانه بنت العام اذا من حقك الا كان فيه العائله وفيه السر من الاسرار ما حقناش نخوضوا فيه. هاي شتي هذا زواجي الاولاني، هذا هو اللي عطل لي الزواج بيني وبين خديجه. خصني نمشي نجيب الطلاق ديالي، وخصني انا شخصيا نخرج من المحكمه. تخرجته عاد تزوجت بخديجه. يعني انت كانت عندك تجربه زواج سابقه؟ سابقه ودامت بالفشل. باءت بالفشل؟ دامت ولا دابت؟ باءت. هذيك الزواج شحال تزوجتي فاش كان هذيك الوقت؟ شحال كان في عمرك؟ راه كبير في العمر. مع احترامنا للزوجه ديالك دابا الان ولمشاعرها. وعادي لا كتختار بها تمشيش عندك. شنو قلنا لها؟ الزواج كان عيب. المرأة تقدر تغيب وتغير. الزواج كان عيب. علاش كتجبد لي المرأة القديمة مثلا؟ لا لا قالها في الأول وعادي داك الشيء. كانت كتجيك من العائلة؟ قريبة. وكان ديك الوقيته انت فيك ديك الميولات الجنسيه؟ ولكن انا ما تزوجتش بها، بغيتها انا نتزوج بها، بغيت الفلوس من الاخر. كيفاش تزوجتي بها؟ سترتها وسبيل الله. الله يخلينا، خلي الطبق مستور. احتراما لك ما عرفتش. الله يسهل، خلي الطبق مستور وصافي. المهم عندي وليد، هي راه عارفه عندي وليد بسميتي وصافي. عندك وليد؟ بسميتي. ايوا انت عندك ولد. معليش انا غادي ندور عندك، انا غنشدك غير من لسانك. قلتي قبيله انا مشيت عند الطبيب قلت له بغيت نجرب. فهمني، عندي سترتها، عندي ولد في سبيل الله. ماشي ولدك. واخذ غير السميه ما واخذش الكنيه. عطيتي غير الاسم. ايه. ايوا شرح ليا. راه هذا الشيء اللي بغيت قلت لك. راه الناس ملي غيسمعوا كاع عندي ولد راه غيرجعوا يقولوا لك هو في اللقاح قال بانني مشيت عند الطبيب قلت ليه بغيت نحس براسي راجل، بغيت نتزوج باش نحس باش انا نمارس ممارسه جنسيه كامله بين رجل وامراه. انا خلي الطبق مستور هنا قلتها لك، يعني السيده هو غير يقولها الطبق. شنو عادي انت تزوجتي في على سنه الله ورسوله؟ هو الولد. لا 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 الولد كان ولدها. ولدها ايه. دابا غير حكي لنا القصه، الناس بغاو يعرفوا علاش انت ارتكبتي جريمه. لا درتي خيري وما فيها باس، تزوجتي وكان عندها وليد كانت حامله. وزوجك عطاوك الفلوس؟ وضروري خديت الفلوس. خديت شحال عطاوك؟ خديت الكرا ديال 6 شهور. خديتي الكرا ديال 6 شهور؟ باش نسكن 6 شهور اش غندير؟ هذه هي الورقه اللي عندي تاعت الحاله. يعني ناس جاو عندك وحكي لي الواقعه، حكي لنا الواقعه. دابا قلتي ولي عطى الله عطاه. هذه كانت كتعرف امي من عائلة امي من واحد المنطقة تمانية في تارودانت، ماشي من عائلة امي شخصيا، هي ريحت الشحمة في الشاقور. عيطت ليها بغيت شي واحد، ما لقاو حتى شي واحد، ما لقاوني غير انا. هي حملات مع شي شخص اخر؟ حملها بزز منها. لقاوك انت؟ لقاوني انا. والمشكلة باش بقات فيا انا ماشي على الفلوس، شكون اللي حملها؟ راجل ما. راجل ما هو اللي حملها. وما قدوش على الشوها. وانت تزوجتي بها سترتيها وعطاتك الفلوس؟ ما قادين على الشوها. انا عطاتني امها الفلوس. شحال عطاتك امها؟ عطاتني 120 الف ريال. عطاتك 120 الف ريال؟ هذه امها اللي حملات بنتها مع راجلها. أيه. مع راجل امها. ايه. وباش تستر بنتها سكنتنا، جات شرات ليها راجل. شرات سكنتها. سكنتنا في تارودانت، كرات لينا الدار امها وفرشت لينا الدار. امها بقات مع الراجل. امها بقات مع الراجل. مع الراجل بحتى حاجه ما كاينه. كان شيئا لم يكن. وجا عندنا شحال من خطرة. جا عندكم؟ والله شاف ولده. شاف ولده. صلى على النبي. صافي. عطات معاه المدة ديال العام. حتى ولدات. عام. وكتبتي الابن، كتبتي الولد بسميتك. ما بغاوش، قال لي خصني ندعي راسي. لأنه ماشي الولد ديالك، وهذا يعتبر جريمة إلا درتي بحال هكا. عطيت غير السمية فقط. عطيتي الاسم فقط. الابن ماشي ابنك. ماشي ابني، ولكن في الورق ديال إمتى بالتبني. بالتبني. بالتبني ماشي ولدي. هذا راه يعد تزوير. هذا اش من تزوير؟ قانوني في المحكمه هذا الشيء. وهو الاب معروف. وانت قلتي بانها جات ولكن هذا الشيء ما قلتو. انا حتى خرجت من البلاد مو ودع لي هذا. حتى طلعت مودة والسيده ولا طلعوا لها القرايد. والولد دابا باقي بالاسم ديالك؟ لا تحيد، هاتي ورقه قلت لك جيب لك هذا الشيء قديم قديم. انت فين باقي بسميتي؟ ما تلوح عليا شي تهمه. هو دابا انت اللي كتقول انا ما تهمتكش. ما بقاش. تزوجت بفلانه كذا وكذا وكذا وصافي. نهار حملت، نهار ولدت دارتو في الحاله المدنيه بسميتك. صافي. ايوا شنو قلت انا؟ ولكن انايا ما في الحاله المدنيه غنخرج دابا الحاله المدنيه الاخرى تاع سميتو، ما عنديش، ما غتعطانيش فيها حيت انا دعيتها في المحكمه وتثبت باللي الولد ماشي ولدي. غير بالهضره ما كاين لا تحاليل لا والو. ودرنا محكمة. يعني من غير ذاك الاتفاق اللي انت اتفقتوا انت وامها حبيا وخديتي الفلوس. ناضوا ليا ونض ليا الصداع. بغات تقول بان الابن ابنك، لانها هي كانت حامل في الفترة ديال الزواج اللي تزوجتي بها. انا خصني ندخل الحبس شهرين.
دعتك دارت لك نفقه ولا شهرين دعت الحبس خصني ندخل ليها انايا باش الدري تكتب في الحاله البدنيه باش تكتب لانه بحال دعيت راسي ابن فراش لان العلاقه كانت به وانا ما بغيتش تمثلت تما وحبسي وانا بشرفت علاقه دعوة بثبوت النسب وملي رفعت عليها دعوة نوضوا لي عطاوني قلتي بان الابن ماشي ولدك ماشي ولدي وقلت لهم اخوتي انا راه تزوجت فيها في سبيل الله ورجعت مشيت لديك الساعات وتم الحكم في الورقه الاخرى وتم الحكم بالطلاق الاتفاقي هذا 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 حكم ديال انهاء العلاقه الزوجيه ابتدائيا وحضوريا في حق المدعيه بمثابه حضوري في حق المدعى عليه هذا حكم طلاق طلقت مني بخاطرها طلقت انا كنهضر على الولد الولد ما بقاش بسميتي دابا واش كاين شي واحد غادي يكون بسميتك درتيه في الحاله المدنيه شويه نمشي نحيدو ما درتوش في الحاله غير في الورقه ها هو غير في الورقه غير في الورقه اللي كانوا عطاوني باش ندفع للمحكمه اي ها هي اللي جبت من الحاله اللي جبت انا من الحاله المدنيه ديال الدار دوارنا على اساس تقييد هنايا السميه تاعته هو وفاش تزاد وفين تزاد هما قالوا لي تزاد في الدار ولا تزاد في السبيطار وراجل ما كان كيجي يزوركم تيزورنا وكل شيء وما ما شرات ليها راجل شرات ليها راجل